بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الجزء الثاني في الشاردة والمحلول الشاردي، وسنناقش هذه الموارد أو هذه الوثيقة. إذن الوثيقة معنونة بعنوان هجرة الشوارد. إذن فلإنجاز هذا النشاط نحتاج إلى الوسائل والمواد التالية. إذن لدينا محلول برمنغانات البوتاسيوم، محلول كبريتات النحاس، محلول كلور البوتاسيوم، مولد التيار الكهربائي المستمر، دلالة 12 فولت على سبيل المثال، أسلاك توصيل ذات نهاية مربوطة بالكماشة بكماشة تمساح، شريحة زجاجية، ورق ترشيح وقاطعة. إذن يقول جرب ولاحظ، ضع ورق ترشيح على الشريحة الزجاجية بعد رسم خط في وسطها واصل طرفيهما بالمولد الكهربائي باستعمال القطارة، بلل ورق الترشيح بمحلول كلور البوتاسيوم، ثم ضع قطرة من محلول كبريتات النحاس ذات اللون الأزرق وقطرة من محلول برمنغانات البوتاسيوم ذات اللون البنفسجي في مركز الخط الذي رسمته، ثم شغل المولد الكهربائي كما هو مبين في الوثيقة 2. إذن يقول ماذا الذي تلاحظه مع مرور الوقت، ثم فسر كيف يمكنك التأكد من أن التيار الكهربائي يمر في هذه الدائرة الكهربائية، اكشف عن جهة انتقاله، ما الذي يبرر انتقال التيار الكهربائي على ورق الترشيح، ثم استنتج ما المسؤول عن نقل التيار الكهربائي في المحاليل المائية الشريدية، كيف يتم نقل التيار الكهربائي في هذه المحاليل، قارن بين طبيعة التيار الكهربائي في المحاليل الشريدية وفي أسلاك التوصيل المعدنية. إذن نعمل تجسيد أو تصوير لهذه التجربة. إذن هذه صورة التجربة. إذن قلنا هنا الذي سنلاحظه في هذه التجربة، نلاحظ بعد مدة من الزمن في هذه الحالة ارتسام أو انتشار خط باللون الأزرق يتجه من المركز، أي من النقطة الزرقاء التي وضعناها نقطة المحلول، يتجه إلى الجهة السالبة للدائرة الكهربائية، أي إلى القطب السالب، وفي نفس الوقت يرتسم خط باللون البنفسجي ينطلق من البقعة البنفسجية يتجه نحو القطب الموجب. إذن ندون هذه الملاحظات. قلنا ظهور خط أزرق ينطلق من مركز الورقة نحو القطب السالب للدارة، وظهور خط بنفسجي ينطلق من مركز الورقة نحو القطب الموجب للدارة. إذن هذه هي الملاحظات التي نلاحظها. لنفسر، إذن قلنا الذي يؤكد مرور التيار الكهربائي هو تحرك اللون الأزرق أو انتشار اللون الأزرق من المركز نحو أحد القطبين، نحو القطب السالب، واللون البنفسجي على ورق الترشيح نحو الخط الآخر أو نحو القطب السالب. إذن فالذي يبرر انتقال التيار الكهربائي على ورق الترشيح هو وجود محلول معدني ناقل للكهرباء، ألا وهو محلول كلور البوتاسيوم، فهو المبرر. إذن فهذا هو الوسيط الذي يتسبب في انتقال التيار الكهربائي. إذن قلنا نفسر تفسير المجهري، يعني كيف يمر التيار الكهربائي في المحلول الشاردي. إذن فهذا تمثيل للقطبين وللشريحة الزجاجية وعليها ورق الترشيح وهي مبللة بكلور البوتاسيوم، وهنا عبرنا عن البقعتين الملونتين اللتين وضعناهما على الورق، على ورق الترشيح في المركز، في مركز الخط الذي رسمناه. إذن فهذه البقعة باللون الأزرق هي محلول كبريتات النحاس، والذي يدل على كبريتات النحاس شوارد الكبريتات هو اللون الأزرق، شوارد النحاس معذرة. إذن فهذه شاردة النحاس الثنائية CU2 زائد، وهنا هذه البقعة باللون البنفسجي، واللون البنفسجي يعبر عن وجود شوارد المنغنات البرمنغانات MnO4 ناقص. إذن حينما نوصل ونغلق الدارة الكهربائية يمر التيار الكهربائي في هذه الدارة. إذن فالذي نلاحظه انجذاب اللون الأزرق، وهو في الحقيقة انجذاب شوارد النحاس الثنائية الموجبة إلى القطب السالب. في نفس الوقت يحدث انجذاب شوارد المنغان البرمنغانات MnO4 إلى القطب الموجب. إذن فهذه هي بذاتها
التي تحدث تيارا كهربائيا. إذا فتلاحظ بأن التيار الكهربائي في المحلول الشاردي هو حركة في اتجاهين متعاكسين، شوارد تهاجر نحو شوارد سالبة تهاجر نحو القطب الموجب، وشوارد موجبة تهاجر نحو القطب السالب. إذن فالتيار الكهربائي في المحلول الشاردي هو ذو طبيعة شاردية، هذا أولا، هو ذو طبيعة شاردية أي ناتج عن الحركة المزدوجة للشوارد في اتجاه القطبين. إذن الشوارد السالبة تهاجر نحو القطب الموجب، والشوارد الموجبة تهاجر نحو القطب السالب. إذن فالتيار الكهربائي في المحلول الشاردي هو ذو اتجاهين، ذو اتجاهين، بينما في الأسلاك الكهربائية فهو ذو اتجاه واحد. نحن نتكلم عن تيار مستمر، نعم، فهو ذو اتجاه واحد. إذن فالإلكترونات كما نلاحظ، يعني ما الذي يحدث بالضبط؟ الإلكترونات تنتقل من القطب السالب إلى غاية هذه الكماشة، هذه الإلكترونات. إذن فالشاردة النحاس الثنائية تلاحظ أنها تحمل إشارتين موجبتين، بمعنى أنها تحتاج إلى إلكترونين، إذن فتأخذهما من القطب الموجب. إذن ينزل إلكترونين من القطب السالب إلى شاردة النحاس. ومن الجهة الثانية، كل شاردة برمنغانات تحمل إلكترون إضافي، يعني ليس لها إلكترون إضافي، هذه تحمل إلكترون إضافي وهذه تحمل إلكترون إضافي. إذن فهاتان الشاردتان تفقدان هذين الإلكترونين لصالح الناقل، لصالح القطب الموجب. إذن فبالتالي لما نتابع الإلكترونات فالإلكترونات تنتقل في الدارة من الجهة السالبة إلى الجهة الموجبة، في حين أن التيار الكهربائي هو الاتجاه الاصطلاحي له عكس ما نقول. إذن فنلاحظ في التمثيل درسنا أن التيار الكهربائي ينتقل من الموجب إلى السالب في الدارة الكهربائية، وقلنا هذا هو اتجاه اصطلاحي وهو الذي نتكلم عنه دائما لما نقول التيار الكهربائي يسري في الدارة، فنحن نتكلم عن اتجاه اصطلاحي. أما اتجاه الإلكترونات فهي تتحرك من الجهة السالبة إلى الجهة الموجبة، وهذا هو الاتجاه الحقيقي. إذن هذا بالنسبة لهذا التجربة والتفسير المجهري لها. الآن ندون ما ذكرناه، قلنا نفسر الذي يؤكد مرور التيار الكهربائي في المحلول الشاردي على ورق الترشيح هو تحرك اللون الأزرق واللون البنفسجي نحو القطبين. الذي يبرر انتقال التيار الكهربائي على ورق الترشيح هو وجود محلول معدني ناقل الكهرباء وهو محلول كلور البوتاسيوم في هذه التجربة. إذن ما الذي نستنتجه؟ نستنتج أن المسؤول عن مرور التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية هو الشوارد التي يتكون منها المحلول، علما أن المحلول الشاردي في الصفة أو في الحالة الإجمالية يكون متعادلا كهربائيا، أي مجموع الشحن الموجبة تساوي مجموع الشحن السالبة. النقطة الثانية، حركة أو هجرة الشوارد نحو القطب المعاكس لها بفعل جذبه لها يولد تيارا كهربائيا في المحلول، أي انتقال الشوارد السالبة نحو القطب الموجب وانتقال الشوارد الموجبة نحو القطب السالب هو بذاته التيار الكهربائي الذي يمر في الدارة أو في المحلول على وجه الخصوص. إذا التيار الكهربائي في المحلول الشاردية ناتج عن هجرة الشوارد في اتجاهين متعاكسين نحو القطبين. التيار الكهربائي في أسلاك التوصيل المعدنية ناتج عن حركة الإلكترونات من القطب السالب نحو القطب الموجب في الدارة الكهربائية المغلقة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.